أهم عوامل الجذب في فرنسا للسياحة لسياحة الآثار، لأن احنا تمام برضو كنا قبلها وبنتكلم مع دكتور جهاد، سياحة الآثار في فرنسا ومصر يشبهوا بعض جدا جدا، في يعني تحس ان احنا عندنا تاريخ يشبه بعض، هو مش مشترك قوي لكن مشابه قوي. بالظبط، سياحة الآثار عندنا في مصر أقل سياحة مثلا بالنسبة لنا كمصريين فإيه الحاجات اللي بتشجع؟ الحاجات اللي بتشجع ان هو التنظيم بصراحة، التنظيم الأسعار متاحة للجميع، يعني كله أجنبي زي مصري زي أي حد، يعني زي الفرنسي بيدفع بنفس نفس سعر التذكرة للكل، ما فيش طبقات مثلا، ما فيش الأجنبي بيدفع كذا والفرنسي يدفع كذا، كله فرنسا عاملة فتحة المتاحف بتاعتها مجانية للأقل، الشباب اللي أقل من 25 سنة مجاني. عملنا كده طول كورونا. أيوة بالظبط كده. في حاجة كمان إن هم الناس اللي هي على البطالة أو ما بتشتغلش برضو مجاني، في ناس برضو في لهم خاصيات معينة فهم بيحبوا بلدهم قوي. اخيرا لان الوقت بيجري بينا، انا عايزه اسالك ايه اكتر حاجه حسيتيها قدرتي تعملي بيها تاثير، استخدمتي موقعك المهم ده في انك تعملي تاثير للعلاقات او تفتحي على الاقل ذهن الناس بتتعاملي معاهم لمين هي مصر؟ احسن حاجه الحقيقه عملتها وحاسه ان انا عملتها وبارتياح شديد، ان انا جبت ناس زمايلي من قصر فرساي كانوا معايا في الزياره ديت، لسه مسافرين من 3 ايام بس، زورتهم مصر كلها، ما سابوش حته في مصر لما شافوها، وقف على عربيه الحرنكش وكلوا منها عصير القصب وشربوا منه، عاشوا بصراحه على مدار 15 يوم كانهم مصريين بجد. الناس دي الحاجه الحلوه اللي هم عملوها لي ان هم عملوا صفحه على الفيسبوك بيشجعوا الناس انها تنزل مصر، عملوا بيعملوا تنشيط للسياحه من خلال موقعهم التواصل الاجتماعي بتاعهم، بصراحه حاجه جميله جدا بجد، يعني دي الحاجه اللي انا حسيت ان انا فعلا على ارض الواقع قدرت اعملها. كل واحد فينا سفير لبلده في الخارج، مش انا بس ولا غيري، بالعكس فلازم من خلال دايره علاقاتنا الصغيره نقدر نعمل حاجه لبلدنا، والصغير يكبر وتبقوا دايما بتشرفونا في كل مكان. المصريين في الخارج بحسهم يعني ساعات اكثر غيره واكثر حماسا طول الوقت، عندهم حاجات جديده يقدموها لمصر. مشكورك.